في الوقت الذي كانت فيه دار الأوبرا الخديوية تعرض أوبرا عايدة لفيردي وأوبرا الناي الساحر لموتزر، كانت مسارح عماد الدين تعرض أوبريت العشرة الطيبة وأوبريت شهرزاد لسيد درويش. كان هناك ما أسماه النقاد الأوبرا الشعبية في مقابل الأوبرا الأريستقراطية. كان هناك مسرح الجماهير جنباً إلى جنب مع مسرح النخبة. المخرج المسرحي الكبير عصام السيد. المسارح اللي موجودة في مصر، دور العرض المسرحي، هل هي كافية لتنتج نشاط مسرحي جيد في بلدنا؟ لا طبعاً مش كافية، مش كافية خالص. احنا ما فيش مسارح جديدة بتتبني بنفس معدل زيادة السكان. لازم يرجع تاني المسرح يتسجل ويتزاع، دي مسألة أساسية طبعاً. إذا كنا بنبحث فعلا عن عودة قوانا النعمة لابد طبعاً أن تتعاون الأجهزة كلها في هذا الإطار. حضرتك عندك فكرة عن إلى ما وصل إليه المسرح الجماعي؟ لا متابع المسرح. هل مازال يعني ينجب نجوما جدد؟ طبعا طبعا، الحقيقة المسرح الجماعي اللي يمدي في حالة نشاط غير عادية. المسرح الغنائي له اهتمام خاص عند حضرتك، يعني كيف جاء هذا الاختيار؟ الغنى عند الشعب المصري شيء أساسي جدا في ثقافته. حاليا احنا بنرفض أغاني المهرجانات، ممكن بعد 10 سنين 20 سنة يجي ناس بعدين يشوفوا فيها انها كانت تعبير عن حاجة معينة في الفترة. عن المسرح المصري، عن هموم وأحلام مبدعية، عن عودة المسرح الغنائي والشعبي. حوار جديد في حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.